نبتدي اول حاجه بالبروتكشن سيركت. البروتكشن سيركت هدفها ان لو في عندنا على البيشنت فولتج كبير، زي مثلا في حاله لما بكون بابلاي ديفيبريليتور وممكن نحط عليه مثلا حاجات بثاوزندز اوف فولتس، دي تبقى مشكله بالنسبه للانبوت سيركت بتاعت الجهاز. فهدف البروتكشن سيركت ان هي تاخد الفولتج العالي جدا اللي جاي من البيشنت ده، اللي ممكن يبقى يعني عالي على الاقل في بعض الاوقات، ويعمل له ريدكشن بحيث ان هو يبقى within limits محدده من الاول خالص. يعني على سبيل المثال في عندنا سيركت الاولانيه اللي هي دي عباره عن تو دايودز بالشكل اللي هو البسيط جدا دوت. طبعا الدايود الاون فولتج بتاعه بيبقى 0.6، فاكشوالي لو انا حطيت اي فولتج هنا الفولتج دوت لو حصل ان الفولتج عالي عن 0.6 الدايود كده كده هيبقى شورت سيركت عند 0.6. فمعنى كده ان الفولتج هنا بين النقطتين دول مش هيبقى اكتر من 0.6 ولا يبقى اقل من ماينس 0.6، لان التو دايودز دول واحد فيهم هيبقى اون وبالتالي هيخلي الفولتج ما يزيدش عن الحد دوت. طبعا المشكله ان احنا لما بيبقى عندنا فولتج عالي مثلا سي 1000 فولت ولا حاجه وبنحطه دايركتلي على الدايود بالشكل ده كده، هيبقى في عندي مشكله ان الكرنت هيحرق الدايود، الكرنت هيبقى عالي جدا هيحرق الدايود. براكتيكالي ال 1000 فولت مثلا حطيناها هنا هيبقى ماينس 0.6 اللي هي الاون فولتج بتاع الدايود، هيبقى بيسكلي محطوط على شورت سيركت، فبالتالي الكرنت هيبقى عالي جدا لايكلي ان هو يحرق الدايود دوت. فعشان كده بنحط ريزيستنس هنا بحيث ان هي تلمت الكرنت للحد اللي هو يقدر الدايود ده يتحمله. نفس الكلام ممكن نعمله عن طريق زينر دايودز. الزينر دايود بيتميز ان هو بيكوندكت في الريفرس دايركشن لما بيوصل في زينر، يبقى كل واحده من الديفايسز اللي هي الزينر دايودز بيبقى لها حاجه اسمها في زينر، بتبقى مواصفه موجوده وممكن يبقى في عندنا عدد من الزينر دايودز كل واحد بفي زينر مختلفه. فبالتالي احنا لما بنحط هنا في زينر مثلا في الريفرس دايركشن هو بيكوندكت، يبتدي كوندكت ويكوندكت عادي جدا، ما بيحصلوش يعني بريك داون زي الدايودز الثانيه ويبقى دامج، لا ده ممكن هو يبقى كانه شورت سيركت. فمعنى كده لو الفولتج اللي هنا في النقطة دي عبارة عن في زينر زائد 0.6 يبقى معنى كده ده هيبقى كوندكتنج، وبالتالي الليمت بتاع الفولتج هنا هو عبارة عن في زينر بلس 0.6. بالعكس بقى لو حطينا نفس الفولتج ده بالنيجاتيف ده هيبقى كوندكتنج وده هيبقى فورورد دايركشن، فمعنى كده هيبقى من بلس ماينس في زينر بلس 0.6، وبالتالي برضو بيعمل ليميتيشن للفولتج اللي داخل بحيث ان هو يبقى محدود جدا ريلاتيف للفولتج اللي هو الكبير اللي ممكن يبقى موجود عندنا من ديفيبريليتور او من الكتروسيرجيكال يونت او الحاجات دي كلها. فالديزاين بتاع الدوائر دي مش هدفها ان هو يحمي البيشنت، لا ده هدفها ان هو يحمي الجهاز من الفولتجز العاليه اللي ممكن تتواجد لحظيا على البيشنت، وبالتالي لو هي ما فيش بروتكشن سيركت هيبقى في دامج بالنسبه للجهاز.